السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ نحمد إليك الله ونشكره، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أولاً أشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. ثانياً كان لسه في صور بسيط، يعني في تلميذ لفضيلتكم اسمه أحمد آل رجب. في حاجة؟ أنا يجمع فتاوى حضرتكم في كتب على الإنترنت، صحيح هذه فتاوى تكتب لحضرتكم؟ لك شيء، اذكر سؤال، اذكر سؤالا وجوابه ايا كان وانا اقول لك صح ولا غلط. ما الذي استنكرته؟ يعني ذكر في بعض هذه الفتاوى ان حضرتك سئلت عن صلاه الليل اربع واجبت نعم مثلا هكذا. طبعا ورده صلاه الليل. قالت عائشه رضي الله عنها قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، صلى اربعا لا تسال عن حسنهن وطولهن، ثم صلى أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أوتر بثلاث، وكان يسجد السجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. وورد عن رسول الله أيضا أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة توتر لك ما قد صليت. كلها صور متنوعة، يعني 4 ركعات بتشهد واحد في الآخر، ليس فيها تفصيل، إنما هكذا جاء الحديث. تمام، يعني هذه الفتاوى تنسب لفضيلتك ان شاء الله. لا مش هذه، لا 500 فتوى في المجلد. لا يا حبيبي انا اكلمك، انت سالتني عن شيء ما رجعت الكتاب، لكن انت سالتني عن شيء اجبتك. لا ماشي، ما انا عايز اعرف عشان لو هذه الفتاوى يا شيخ يعني الشيء اللي الشيء الذي تستنكره. لا والله انا بستفسر عشان لو تخص فضيلتك. ما هو انا بسالك سؤال، اصبر يا اخي. بل إذا استغربت فتوى اسألني عنها وأنا أقول لك هي كلامي وليس كلامي. يعني مثلا ممكن واحد ينقل فتوى إن نحن نحل الغناء أو الموسيقى، كلام غلط، لا أحل الموسيقى أبدا. لا بص يا شيخ، يعني الغناء فيه تفصيل. أنا فتوى فضلتك أنا أخذها بكل ثقة، فأنا لا أنا لم أراجع الكتاب. ماشي، نرجع فضيلتك المراجعة عشان لو كده ما عندي وقت والله لمراجعة كتاب، أنا راجع كتبي الذي أكتبها بيدي إن شاء الله، لكن إن شاء الله سأتابع. السلام عليكم.